السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. استخاره بالقران الكريم لمجموعه رقم 1، مجموعه رقم 2، مجموعه رقم 1 اصحاب الشمعه الزرقاء، مجموعه رقم 2 اصحاب الشمعه البيضاء. هنشوف استخارتكم هتقول لكم ايه الفتره دي وباذن الله تكون خير. نركن مجموعه رقم 2 اصحاب الشمعه البيضاء على جنب، ونشتغل دلوقتي على مجموعه رقم 1 اصحاب الشمعه الزرقاء، وان شاء الله باذن الله الصوره اللي هتطلع لكم هتكون خير وتكون كلها تفاؤل وفرحه. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله، يعني انتوا الفتره دي بسم الله ما شاء الله عليكم وشكم زي القمر. اول حاجه، انت اليومين دول عندك شويه قلق، شويه تفكير رهيب جدا. في حاجات بتفكر فيها، عليك فلوس عايز تسدها، عليك دين عايز تطلع منه، عليك حاجه مضايقاك، او بمعنى اصح عندك خنقه وبتحاول تجدد من اللي انت فيه. امورك اي نعم مش متظبطه، بس عندك حاجه بتتحضر لك في الخير. يعني انت هتعمل عمل انساني الفتره اللي جايه، ممكن تعمل حاجه لله، ممكن توزع حاجه لله، الله اعلم، بس انت عندك حاجه جديده. في شويه تعب نفسي من الشريك، بمعنى اصح الشريك مأثر عليك في حاجات كتيره جدا. عندك خروج من الحاله بتاعتك السيئه، او خروج من الحاله اللي انت مضايقاك. عندك حاجه عاطله في محكمه بقالها مده، عندك ورق، اما ورق سفر، لا اما ورق خروج من اللي انت بتمر بيه حاليا، الله اعلم، بس انت عندك ورق خير الفتره اللي جايه، وعندك طاقه تانيه مختلفه. كمان انت الفتره دي متسرع جدا في قراراتك، متسرع جدا في قرار، في كلام، في يعني بقيت مندفع بطريقه رهيبه. دمك دايما حامي، او دمكم دايما حامي. مشكلتكم ان انتوا بتغيروا جدا على الشريك، والشريك مش قادر يفهم الحاجه دي، وبعض الامور بيبقى فيها مشاكل وبيبقى فيها ضغوط نفسيه. حاولوا ان انتوا تتماسكوا شويه في اعصابكم، وبلاش ان انتوا تبينوا للشريك حبكم الزايد، علشان الشريك شايف ان ده عدم ثقه، وان ده تحكمات زايده عن اللزوم، فبالتالي انتوا كده مضغوطين وبتضغطوا نفسكم في حاجات كتيره جدا. حصل عندكم خيانه، والخيانه دي انتوا اكتشفتوها وقررتوا ان انتوا ما تتكلموش عنها، بس انتوا ناويين تردوا اللي حصل عندكم اكتر من مره. عندكم تفاحه، والتفاحه دي هتكون خير ليكم، او بمعنى اصح هتخرجكم من الضيق والخنقه اللي انتوا بتمروا بيه خلال فتره معينه باذن الله. كمان النوم بتاعكم مش مستقر، 24 ساعه تفكير وبتضغطوا على نفسكم. واقدر ابشركم ان شاء الله باذن الله بنجاح مشروع حلو جدا. انتوا ماشيين في طريق خير، والطريق الخير ده هيبقى فيه مشروع، او انتوا بداتوا مشروع جديد، او انتوا ناويين تبداوا مشروع جديد. كل يعني المشروع اللي عندكم ده هينجح باذن الله. الفترة دي كمان انتوا فقدتوا حد عزيز على قلبكم، الحد ده كنتوا بتحبوه قوي، او كنتوا كده بتحسوا قد ايه الشخص ده بيديكم دفعه لقدام، قد ايه الشخص ده لطيف، قد ايه الشخص ده كويس، قررتوا ان انتوا تتعاملوا. في شويه يعني البعض منكم اصلا بسبب العصبيه الزايده اللي عندكم، القولون عندكم عصبي 99% عندكم القولون عصبي، وعندكم وجع في الجسم بتطلع لكم كده بالضغط النفسي اللي انتوا فيه. فدايما اقول ان انتوا تهدوا اعصابكم، وبلاش ان انتوا تفضلوا طول الوقت تضغطوا على نفسكم. في حد انت ناوي تدافع عنه، لا اما هتشهد عنه حقيقه كويسه، او حد انت هيبقى قاعد في موضوع كده، او هتبقى قاعد وحد هيقول على حد كلام، فانت هتندفع جدا وهتقول ان الكلام ده ما حصلش وهتتكلم عليه. ليه؟ علشان انت مش عايز ان الشخص ده اللي انت هتدافع عنه هيكون فعلا مخلص جدا ليك، وبيكون دايما فعلا بيحبك. في حد عندكم ممتاز جدا ان هو يستفزكم، ممتاز جدا ان هو يتكلم عليكم، وان هو يجي في سيرتكم، ودايما بينك وما بينه، او بينك وما بينه مشاكل على طول. على اتفه الامور، الاسباب دي على اتفه الاسباب الصغيره، دايما في مشاكل بينك وما بين الاسره، دايما كده حاسين. انا عايزه اقول لكم ان انت معمول لكم سحر بالوقف الحال، بكل حاجه. وقف الحال ده مأثر عليكم انتوا، مأثر على اولادكم، مأثر على الشريك، مأثر حتى على الاسره، وده هو اللي مسبب لكم الضغط اللي انتوا فيه. السحر ده بيتجدد لكم حاليا، واقف
بس تأثيره لسه موجود، تأثيره مؤثر عليكم في ايه؟ مؤثر عليكم ان انتوا مش طايقين تتكلموا مع حد او عايزين تتكلموا مع حد، فعشان كده انتوا حاولوا ان انتوا تتخلصوا من السحر ده وتتحصنوا نفسكم على طول، ويبقى تستحموا بمية وملح وتخلوا بالكم من اي حاجة سلبية مؤثرة عليكم. حاليا السحر ده واقف، فطول ما هو واقف انتوا تأثيره السلبي عليكم يعني لو كان تأثيره 100% فتأثيره حاليا 10%، فانتوا دي اكتر فترة ممكن تجددوا، اكتر فترة ممكن تطلعوا، اكتر فترة ممكن تبصوا لنفسكم وتشوفوا حياتكم بشكل جديد عندكم. كمان الفترة دي اكتر من حاجة هتبان قدامكم وهتكون كده زي الترابيزة مكشوفة، وهتاخدوا برضو قرارات حاسمة فيها، في حمل كبير جدا على كتفكم، مسؤولية كبيرة او حاجة كبيرة على كتفكم عايزين تاخدوها. من وقت للتاني كمان عندكم وجع في الجسم، الفترة دي عندكم حاجة مؤثرة عليكم في وجع جسمكم، في حد عايز يجيب لكم هدية وانتوا هترفضوا علشان هتحسوا ان هو بيخطط لكم حاجة او انتم مش متفائلين خير من الشخص ده. في شوية معاناة من وقت للتاني بتعيشوها، وده بسبب الضغوط اللي عندكم وبسبب برضو التوتر. انتوا كمان الفترة دي مش حاسين بالامان ولا حاسين بالراحه من الناس اللي حواليكم، عندكم فوبيا من ناس كتيره جدا ومش عايزين تتكلموا معاها ولا عايزين حتى تفتحوا اي مواضيع عندكم. في كمان هنا شخص يعني انتوا ممكن يكون عندكم ابن او عندكم حد انتوا بتحبوه جدا، بس الحد ده نفسيته تعبانه او انتوا دايما بتحاولوا تطبطبوا عليه الفتره دي. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا في حمل ليكم الفترة اللي جاية او في طاقة ايجابية بسم الله ما شاء الله عليكم. عندكم حاجة تخص اطفال انتوا هتسمعوها الفترة اللي جاية دي ان شاء الله، وممكن كمان البعض منكم يكون عنده رجوع علشان انتوا خلاص بدأتوا تاخدوا قرارات حاسمة، بدأتوا تبصوا لحياتكم بشكل ايجابي. اي نعم انتوا عانيتوا، واي نعم انتوا اتأذيتوا وشفتوا كتير من الحياة من لخبطة، اموركم مش متظبطة الفترة دي، بس بسبب الورق وبسبب القرار اللي انتوا تاخدوه اولا هتحلوا المشاكل اللي عندكم، ثانيا هيبقى في قرارات حاسمة، عندكم رجوع مع ابراج مائية، برج السرطان، برج العقرب، برج الحوت، هيبقى في رجوع عندكم او هيبقى في كلام وممكن المشكله اللي بينكم تتحل، بس دايما خلوا بالكم من اي طاقه سلبيه. كمان بلاش ان انتوا تدوا دفعه لنفسكم في التفكير، انتوا دماغكم يعني دماغكم خلاص هتنفجر من كتر ال 24 ساعه تفكير زي ما قلت لكم، وبالكم مشغول قوي الفتره دي بحاجتين، بالصحه وبالماديات. الماديات عندكم زي ما قلت لكم انا ببشركم انه في مشروع هينجح عندكم، ومن خلال المشروع ده هيبقى فيه خبر حلو، بس الصحه دي بتاعتكم انتوا، لازم تهتموا بصحتكم ولازم تبعدوا عن اي حاجه في حياتكم. انتوا بداتوا يعني بداتوا تطلعوا، اي نعم بداتوا تطلعوا من التوتر، بس انتوا خلاص. كمان البعض منكم ممكن يكون عامل رجيم، البعض منكم داخل على ايام هيخس جدا، او بمعنى اصح انتوا في امور عندكم، البعض منكم بيلعب رياضه، البعض منكم حارم نفسه من اكل، في حاجات عندكم انتوا حارمين نفسكم منها وده باين لكم قوي الفتره دي. كمان في حد دايما بيحب يطبطب عليكم، حد بيحب دايما يقول لكم ما تزعلوش ان شاء الله خير، ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر امركم، حد كده بيديكم طاقه ايجابيه لقدام. المنفصلين هنا، المنفصلين قربوا يخبطوا دماغهم في الحيط من كتر التفكير، يعني انتوا اي نعم سايبينها على ربنا بس برضو بتفكروا 24 ساعة تفكير، وده اكبر خطأ. انتوا سيبوا كل حاجة على ربنا، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، عشان انتوا عندكم خروج من كذا محنة. مين كمان الشخص اللي انتوا خايفين تخسروه الفترة دي، او بمعنى اصح شخص خلاكم تفقدوا ثقتكم في ناس كتيرة جدا، خلاكم خلاص عايزين تعيشوا لوحدكم كده، واخدين جنب واخدين جزء كده لوحدكم، مش عايزين تتعاملوا مع حد خالص. ان شاء الله الفترة دي هيكون في سفر مفاجئ لكم، السفر ده هيكون طاقة حلوة، هيكون فرحة طال انتظارها، هيكون اخبار ليكم انتم، امور هتستجد معاكم. ممكن البعض منكم هيخلص ورق، والورق ده زي ما قلت هيكون خير ليكم، بس في شويه حاجات بتحصل معاكم مخلياكم خايفين من بكره وقلقانين، وده اكبر غلط. يعني بلاش تخافوا من الايام اللي جايه، ادوا يعني مثلا ادوا الايام اللي جايه وضعها، او بلاش ان انتوا ترهقوا نفسكم في تفكير وفي حاجه سلبيه او في اي ضغط نفسي منكم او ليكم او لحياتكم.
في مين هنا الشخص اللي منى عينه فعلا يجمعكم بينه وما بين الشريك، او الشخص اللي هو فعلا بيحبكم وعايز يجمعكم، او عايز ان هو يعني مثلا يقربكم من بعض، يخليكم تكملوا، تخليكم تشوفوا بعض، الله اعلم الشخص ده عندكم في حياتكم موجود، يعني عايز يجمعكم بس مش عارف. وفي نفس الوقت ارجع واقول ان انا المره اللي فاتت شفت لكم ان انتوا في طفل عندكم انتوا متعلقين بيه جدا وبالكم مشغول بيه جدا، الطفل ده مازال موجود ومازال برضو انتوا ان انتوا متعلقين بيه او بالكم مشغول بيه قوي الفتره دي، اموركم الايام دي ماشيه عكس ما انتوا عايزين، او بمعنى اصح الامور عندكم فيها طاقه مختلفه. انتوا هنا حاسين ان انتوا زهقانين، ان انتوا تعبانين، عايزين بقدر المستطاع تطلعوا من اي حاجه في حياتكم، في شغلكم، في مجال اكل عيشكم، في نفور، مش عايزين تشتغلوا، مش عايزين تكملوا في الشغل ده، في شويه ضغوط انتوا حط في بالكم كده. كمان انتوا هنا شايلين هم، لا اما ورق، لا اما سفر، لا اما حد بعيد عنكم، حد اتاخر في غيابه عليكم، وناويين او في حد ناوي يساعدكم الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا. انتوا هنا مصدومين في علاقتكم مع الشريك، او بسبب الشريك ظالمكم في طرف تاني، او في علاقة تانية، ممكن يكون في الشريك في طرف في طرف تاني في حياته، او في علاقة تانية الله اعلم. في نفس الوقت كمان انتوا هنا بتدوروا على حاجة جديدة تحصل لكم، بتدوروا على حاجة فيها طاقة، فيها طاقة خير. عندكم هنا شوية زعل، اي نعم بتضحكوا، اي نعم محبين للحياة، بس في شوية خنقة وضيقة من غير اي سبب، رغم ان انتوا اطيب من قلبكم مفيش، بس دايما كل الاشخاص اللي في حياتكم حاطة عليكم بشكل كبير طريق، والطريق ده طويل انتوا ماشيين فيه، هو اصلا بشرة خير ليكم، وان شاء الله باذن الله هيكون طاقة جديدة او طاقة مختلفة. انتوا صادقين جدا في مشاعركم الفترة دي، صادقين جدا في كلامكم، بتستوعبوا اكتر، بس بلاش تتعصبوا على الفاضي وعلى المليان. انتوا هنا ما تستهلوش اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده، فياريت تخلوا بالكم، عندكم فرحة كبيرة جدا في الطريق ليكم، ان شاء الله باذن الله هتغير حياتكم للاحسن. انا عارفة ان انتوا هنا حزانة، وان انتوا هنا مطعونين، ودقيتوا في باب معين انتوا عمالين تدق عليه، ومازال عمالين تدقوا عليه، والباب ده لسه مقفول في وشكم، وعشان كده حالتكم بتسوء للأسوأ. بلاش الكلام السلبي اللي انتوا بتسمعوه من اي حد، انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه، او هتخرجوا من المحنه والضيقه اللي انتوا فيها ازاي. عندكم اكله حلوه، اكلات بحريه انتوا بتحبوها، حاجه معينه انتوا هتحبوها، كمان في نفس الوقت هتطلعوا، انتوا بتحبوا قعده البحر جدا، بتحبوا تشربوا قهوه، تشربوا كده حاجه تروق مزاجكم، ان شاء الله هيكون في طاقه ايجابيه عندكم، وهتطلعوا من الضغوط النفسيه اللي انتوا اللي هي محطوطه عليكم. ان شاء الله كمان هيبقى في تحضير، انتوا هنا بتحبوا اللون الاسود، بتحبوا الالوان اللي بتديكم طاقة إيجابية، فهتبقى في تجديد كده، هتجددوا، ممكن تنزلوا تشتروا حاجة جديدة، تهادوا نفسكم هدية، الله أعلم، هتعملوا حاجات انتوا عندكم طاقة إيجابية مفتوحة، وفي ابتسامة هتكون مرسومة على وشكم، بس الهدف اللي انتوا حاطينه في دماغكم ده هو اللي عامل لكم التفكير السلبي الكتير، فبلاش ان انتوا تضغطوا على نفسكم، وسيبوها على كل حاجه على ربنا. الحظ عندكم اي نعم واقف شويه، بس باذن الله ربنا هيبشرك. كمان انت بتعاني من الحسد الشديد، محسود بطريقه كبيره جدا، الحسد ده هو اللي مخليك مضغوط اليومين دول، ومخليك متقيد في علاقه سلبية مش مرتاح فيها، عايز تنفصل عنها او عايز تطلع عنها، بس مش عارف تاخد القرار ازاي، او تبدأ ازاي، او تتعامل ازاي. كمان انت ممكن تكون معجب بشخص، او شخص معجب بيك، في اعجاب من ناحية حد، وانت مش عارف تصالحه، او مش عارف تتكلم معاه. كل الفتيات او كل الاشخاص اللي في حياتكم بيغيروا منكم، لان انتوا جواكم نجاح، جواكم ازدهار، دايما نمبر ون في اللبس، في الجمال، في الشياكة، في الاناقة، ما شاء الله عليكم، وعشان كده انتوا اللي بتجيبوا الحسد لنفسكم. اللي بيشوفكم يعني مش بيكون متخيل ان انتوا كده، مش بيحسدكم على طول، فقالت تخلي بالكم بالنقطة دي. كمان بالكم مشغول بحد بعيد عنكم، بالكم مشغول بحد غايب عنكم، في طاقة كده، طاقة انشغال، طاقة تفكير في حد بعيد، وهو ده اللي مسبب لكم الصداع، علشان ما بتناموش كويس ولا بتاكلوا كويس، وعشان كده في ضغوط نفسية، الألم اللي في الظهر بيظهر فجأة،
بعض منكم بيسوق عربية، البعض منكم بيسوق سواقة، يا ريت تخلوا بالكم من سواقتكم او انتوا بتسوقوا او عندكم حد بيسوق، يا ريت تخلوا بالكم شوية من السواقة وتخلوا بالكم من الاستغلال. لو في حد عايز يستغلكم الفترة دي كونوا حرصيين كويس جدا. كمان البعض منكم هنا حاطط ايده على خده ومستني رسالة معينة، في رسالة هنا انتوا مستنيينها بقدر المستطاع، حاسين ان الرسالة دي هي اللي هتديكم دفعة لقدام، وبإذن الله الرسالة دي وقت ما هتيجي انتوا هتكونوا بفضل ربنا هتبقى رسالة كده طبطبة لقلبكم، والموضوع اللي شاغل بالكم مع العيلة او بمعنى صح الموضوع اللي بينكم وبين العيلة اللي عمال يتفتح من وقت للتاني ده، هيدخل فيه حد وهياخد لكم قرار حاسم او حد هياخد فيه قرار الموضوع ده، وهتحسوا ان انتوا كده صح وماشيين في طريق الصح. بس ما تسمعوش كلام حد بيوصل لكم كلام سلبي وبيخليكم تفضلوا مخنوقين في نفس الوقت. في ناس مش حبالكم الخير زي ما انتوا فاكرين ومش عايزة تجمعكم زي ما هم بيبينوا لكم، خلوا بالكم من النقطة دي. انتوا دايما صابرين، لو ظلم صابرين، خيانة صابرين. عندكم هنا حرف الألف، الحرف الألف ده في حد انتوا بتحبوه من حرف الألف بس شايلين هم، وفي دموع جوه قلب جوه عيونكم، دموع بطريقة رهيبة، يعني رغم ان انتوا اقوياء بس قلبكم مفيش اطيب منه. ومش القلب بس ده كمان، يعني انتوا حاسين بحاجات كتيرة جدا الفترة دي، كذا حاجة حاسين بيها، كذا حاجة شاغلة بالكم، في ذبذبة في تفكير، رغم ان عندكم ايام جميلة وهتكونوا مبسوطين جدا وهتغيروا وحياتكم هتتبدل للاحسن باذن الله بفضل ربنا. كمان انتوا ممكن تكونوا يعني علشان العين مأثرة عليكم شوية، عندكم شوية رجوع او شوية كده حاجة معينة في بالكم الله أعلم، بس في شوية رجوع عندكم. كمان انتم متفاجئين جدا الفترة دي، في رزق انتم مش متوقعينه، في حاجة انتم ما كنتوش حاطينها في بالكم هتجيلكم فجأة في الوقت المناسب. الفترة دي هي فترة الرزق ليكم، هي فترة المفاجآت ليكم، فياريت تخلوا بالكم. ولأي حاجة تجيلكم كده تحسوا ان هي راحة من عند ربنا. كمان الوضع الاجتماعي عندكم هيتغير وهيبقى في عوض من عند ربنا من بعد الصبر والطاقة السلبية اللي انتوا عشتوها طبعا الفترة دي. انتوا هتكونوا دايما يعني مالكين نفسكم، هتقعدوا على كرسي جميل جدا. الايام دي اي نعم حالة من الخمول والكسل والصداع اللي بيتكرر معاكم والكلام السلبي ده، بس انتوا ناويين تعملوا تجديد، ناويين تطلعوا، ناويين تعفروا، ناويين تبنوا. بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم قمر، القمر ده هينور حياتكم ورحلتكم دي هتتم على خير، اذا كانت سفر او اذا كانت زيارة لحد. بس دايما اقول خلوا بالكم من اكتر من شخص حواليكم عيونه عليكم، الحد ده حاططكم في باله. اي نعم انتوا هتخرجوه من حياتكم، اذا كانت افاعي او اذا كان بومة او اذا كان حاجة هتخرجوهم وهتطردوهم بره، وهتكونوا صحاب قرارات حاسمة. في بلوك هيتفك بينكم وبين حد، والبلوك ده هيكون احتمال كبير جدا هيكون طاقة ايجابية ليكم، علشان انتوا الفترة دي ساكتين اكتر عن ما انتوا بتتكلموا. وزي ما قلت لكم التعبين اللي على هيئة بشر اللي موجودين في حياتكم، ان شاء الله باذن الله في الوقت المناسب انتوا هتطلعوا من اللي انتوا فيه. ولو في موضوع معين محيركم او موضوع معين شاغل بالكم الفترة دي، ده اتأكدوا انه هيكون طاقة ايجابية من عند ربنا. انتوا مهووسين جدا باللخبطة اللي عندكم، بس دايما اشاراتكم روحانية، دايما طاقتكم يعني الطاقة بتاعتكم روحانية، تفكيركم اصلا تفكير روحاني. بتحسوا كده انه في حاجات بتحصل غريبة عندكم وانتوا مش يعني مش متوقعين او مش متخيلين ان الحاجة دي تحصل كده بسهولة او الحاجة دي تتم عندكم بالطريقة دي. تفكير رهيب وامور عندكم انتوا يعني ما شاء الله عليكم. بس كمان انتوا هنا الحاجة اللي بتفكروا فيها حاليا الحاجة دي صح 100% من غير كلام كتير، الحاجة اللي انتوا بتحطينها ببالكم دي صح، بس انتوا مستنيين تمسكوا دليل او تمسكوا حاجة. فكمان انتوا عايزين، انتوا هنا هتسامحوا حد، حد اتكلم عليكم، هتسامحوا وهتسيبوها على الله. بس في شخص لو مات، يعني انتوا بتقولوا الشخص ده لو الجنة واقفة علينا علشان نسامحه احنا مش هنسامحه، الشخص ده مازال موجود. وعايزة اقول لكم كمان الفترة اللي جاية الحظ هيبدأ يلعب معاكم دور حلو كويس جدا،
وعشان كده هتصحوا في كام يوم مميزين جدا بالنسبة لكم، وهتحسوا انه في فرحة. وزي ما قلت لكم، لو انتوا حاليا بتعانوا من قلة الرزق، الفترة اللي جاية هيكون في تواصل مع حد بعيد، او حد هيكون ليه سلطة، حد هيكون ليه وضع كده حلو او فرحة حلوة. بسم الله ما شاء الله عليكم، وشكم هيبدأ ينور، هتبدأوا تهتموا بنفسكم، هتبدأوا تشتغلوا على نفسكم، هيبدأ الايام اللي جاية هتكون في طاقات حلوة، وهيبقى في اخبار مختلفة كمان. انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا يعني سوء الظن اللي عندكم ده هيتبدل، وهتطلعوا من كذا حاجة مضايقاكم، بس اهدوا هدوا اعصابكم. يعني انا بشرتكم ان انتوا هيكون عندكم طاقة ايجابية، وفي مشروع ناجح، وهيبقى في اخبار حلوة. بس في حاجات غريبة بتحصل معاكم الفترة دي بشكل كبير جدا، وفي حبيب او في علاقة سابقة، حد يخص الحب هيرجع لكم الفترة اللي جاية، وهيبقى عندكم ايه كده دفعة لقدام، هتحسوا ان الشخص ده رجع لكم علشان حاجة معينة، فانتوا ممكن ترفضوا او ممكن تقولوا احنا كنا مستنيين الرجوع علشان نشوفوا انتوا هتعملوا ايه من غيرنا، او حياتكم هتكون ماشية ازاي من غيرنا. قراراتكم دايما متفائلة، فيها تفاؤل، في حب جديد، في تغيرات جذرية عندكم على جميع الأصعد. بس دايما خلوا أعصابكم هادية، وخلوا إن أنتوا عندكم ثقة بنفسكم بتتجدد الفترة دي، أو طاقات معينة عندكم هتتجدد بإذن الله. في كذا حاجة كمان هيبقى فيها تحسين، وهيبقى فيها الوضع اللي أنتوا فيه ده أو الحاجة اللي أنتوا فيها حاليا هيبقى فيها طاقة تانية خالص، أو هيبقى فيه تفسير لحالتكم بطاقة مختلفة. أنتوا عندكم كذا حاجة هتتحسن، فبلاش أي ضغوط نفسية. مش عايزاكم تاخدوا قرارات اليومين دول ليه؟ لان انتوا هنا مضغوطين، او انتوا في حالة حب، او انتوا اموركم مستجدة. لما تكونوا مبسوطين او في طاقة فرحة او طاقة حزن، انصحكم ما تاخدوش اي قرار ابدا، لازم تهدوا، قراراتكم تكون محسوبة بشكل اكتر من كده، لان انتوا ساعات بتاخدوا قرارات وبتندموا ان انتوا خدتوها. فياريت تخلوا بالكم، انفراجات على جميع الاصعد، بس انتوا هنا بتعانوا من ضيق، العين مأثرة عليكم، عندكم شوية خمول، شوية كسل، شوية ارهاق متكرر معاكم، وده بسبب ايه؟ العين متراقبين من بعيد، والمراقبه دي مسببه لكم وقف حال، وقف حال شديد جدا على جميع الاسر بتاعتكم. لكن ربنا كبير عليكم، انتوا طالبين من ربنا نقله، طالبين من ربنا تغيير. انتوا شايفين ان في ناس كتيره جدا ظلماكم، وعشان كده هيكون عندكم نصره في حقكم، عندكم ترقيه، عندكم شغلانه حلوه، عندكم مشكله هتتحل، عندكم زواج قريب، عندكم حاجه جديده. بس في حد مأثر عليكم بشكل كبير، وانتوا حاسين ان انتوا متربطين، حاسين ان انتوا حالكم واقف، حاسين ان في حاجات مختلفه او حاجات مش لطيفه بتحصل عندكم. فلازم تخلوا بالكم، لازم بقدر المستطاع تحصنوا نفسكم الفترة دي. الارتباط عندكم، اسمة الزواج مفتوحة، في ارتباط عندكم، انتوا بتفكروا في الارتباط او بتفكروا تستقروا عاطفيا، بالفعل هيكون عندكم استقرار. اعز الناس ليكم ظلمتكم، مرات اخ حقودة ما بتحبش غير نفسها، مرات اخ مش حبالكم ابدا تكونوا في نفس المكان اللي انتوا فيها، دايما بتحقد عليكم، دايما بتغير، ورغم ان انتوا اكرمتوها وفضلتوها عن ناس كتيره جدا، لكن الفتره دي بتحذروا منها، لان عرفتوا قد ايه ان هي انسانه مش كويسه. التفكير اللي تعبكم هو عدم الاستقرار، في خلاف بينكم ما بين حد، لكن الميه هترجع لمجاريها الفتره دي، وهتكونوا مبسوطين جدا بكشف حقيقه ناس حواليكم، او بكشف حاجه، بكشف امور، في اشارات عندكم هتحصل الفتره دي، ومن خلال الاشارات دي هتكونوا مبسوطين جدا، وهتكونوا في قمه الازدهار على حياتكم. كمان البعض منكم هنا في تفكير في امور مستجده، في تغيير حلو، في نقله جديده، الله اعلم. لا، لان انتوا هنا في امور هتستجد الجميع الاصعد بتاعتكم، لان ربنا كريم عليكم، او ربنا حابب لكم ان انتوا تكونوا في الوضع اللي انتوا فيه حاليا. بعض الروتين، بعض الركود، في روتين عندكم متكرر وانتم مش حابين كده، والبعض منكم عنده ركود، بيركض في حياته بشكل مش مختلف. في حد عندكم عايز يوقع ما بين اتنين متجوزين، يا ريت تخلوا بالكم من النقطة دي، حد بيلعب او هيبعت صور، هيبعت تسجيلات، فيا ريت تخلوا بالكم، او انت متجوزة وفي حد بيهددك، او الشريك العكس، الله اعلم، فيا ريت تخلوا بالكم من التهديد وتبعدوا عن اي اذى ممكن تقعوا فيه.
في حد هنا من ابراج الترابيه مشتاق لكم، عايز يكلمكم، عايز يفتح معاكم كلام، خايف جدا لاني حاسس ان الموضوع ما بقاش في ايده، فهو عايز يكلمكم وبالفعل هيكلمكم وهيفتح معاكم مواضيع، بس انا مش عايزاكم تدخلوا انتوا في صراع نفسي، فيا ريت تبعدوا عن اي ضغوط نفسيه مأثره عليكم، لان انتوا في ناس لابسه قناع مش قناعها، لابسين قناع ان هم يعملوا لكم حاجات كويسه لكن هم مش بيعملوا لكم حاجات كويسه، فيا ريت تخلوا بالكم من اي طاقه مأثره عليكم، من اي خمول نفسي وجسدي على جميع الاوضاع بتاعتكم. ربنا كريم عليكم، ربنا حابب لكم الخير، ربنا عاطفي في جميع الاسعد على حياتكم. كمان انتوا هنا عندكم حد هينصحكم، والنصيحة دي تدبير لأمركم، تدبير لأموركم، وهتكونوا برضو راسكم مرفوعة، لان انتوا بتقولوا محدش بينفع حد، كذاب جدا اللي يقول انا هقف جنب حد وبديه على مصلحتي، انتوا ما شفتوش اي حاجة من حد، يعني مازال لحد الان ناس كتيرة جدا قالت لكم ان احنا هنقف جنبكم وهنساعدكم، ما شفتوش كده، بالعكس شفتوا الغدر والخيانة والنفاق منهم، وعشان كده قررتوا ان انتوا تبعدوا، قررتوا الانفصال فورا او الانفصال حرفيا، لان انتوا ما بتحبوش الكلام الكتير، بتحبوا دايما كل حاجه تكون بسيطه وكل حاجه تكون على وضعها، لكن الالم اللي انتوا بتعانوا منه في الركبه في المفاصل في الجسم ده زي ما قلت لكم من البدايه ده حسد، والحسد الشديد هو اللي بيخلي حياتكم فيها تراجع دايما، لكن من حكمه ربنا عليكم انتوا هيكون عندكم حمامه هتجيب لكم بشره، ومن خلال البشره دي هتفعلوا امور جديده، الامور الجديده دي هتدخلكم في امور جديده اكتر، هتدخلكم في طاقه جديده، في فرحه جديده، في انطلاقه جديده، في امور مستجده على جميع الاسعد بتاعتكم، فيا ريت تخلوا بالكم من نفسكم على قد ما تقدروا. وبكده نكون خلصنا مجموعه رقم واحد، ودلوقتي هنشوف مجموعه رقم اتنين، يا رب تكون طاقه ايجابيه وتكون فرق. مجموعه رقم اتنين اصحاب الشمعه البيضاء، ودي حروفكم اهي، القراءه تنطبق على اللي بيسمعها. تمام، ادي حروفكم باينه قدامكم اهي، وهنشوف الصوره اللي هتطلع لكم. بسم الله، صوره الاسراء مجموعه رقم اتنين، انتوا طالع لكم صوره الاسراء الفتره دي. عندكم رقم ثلاثة، رقم ثلاثة ده عشان نكون صراحة مع بعض، حاجة من الاتنين، لا اما تبشرات، لا اما اخبار، لا اما حاجة تخص رقم ثلاثة، او في نفس الوقت ممكن انت تكون رقم ثلاثة ده رقم بالنسبة لك حاجة كبيرة، إيه عندك بشرة هتجيلك الفترة دي، والبشرة دي هتكون خير ليك قوي، هتفرحك، انت على وشك نهاية حاجة، لا اما على وشك نهاية مشروع، لا اما على وشك نهاية يأس، ظلم، كسر، الله اعلم، بس انت خلاص قدامك خطوتين بالظبط او ثلاث خطوات وتوصل لنهاية اليأس اللي انت فيه. عندك هنا مفاجأة حلوة جدا قريبة منك، المفاجأة دي هتفرحك قوي وهتديك طاقة كبيرة جدا لقدام، وهتحس قد ايه ان انت بالك هيكون مرتاح. كمان انت هنا في شويه مواضيع بالك مشغول بيهم قوي، اكتر من حاجه بالك مشغول بيها قوي، عمال تسعى الفتره دي، البعض منكم خاطب او داخل على حاله ارتباط، عندك الارتباط مفيش استقرار، تغيرات بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريك، مفيش تفاهم، عندكم علاقه مع ابراج ناريه وفي شويه ضغوط بينكم وما بين بعض. انتوا هنا لما بتحبوا بتحبوا قوي، بس في حد طمعان فيكم، حد بيسحب منكم، انتوا براءة جدا ماشيين بما يرضي الله في الحياة، بس عندكم حد بيعرف يستغلكم، بتحبوا الخروج، بتحبوا التغيير، ما بتحبوش أهل البيت، بتحبوا تطلعوا وتجددوا من كذا حاجة. كمان قلبكم طيب قوي، من ورا طيبة قلبكم دي اتخذلتوا أكتر من مرة، أو بمعنى أصح اتطعنتوا في حاجات كتيرة جدا. اليومين دول أنتوا بترسموا خطط، بتنفذوا، بتحاولوا تسعوا، عندكم أكتر من تعديل في أكتر من موضوع، وقررتوا إن أنتوا تاخدوا حقكم تالت ومتلت الفترة دي. كمان الفترة دي أنتوا بدأتوا تعرفوا ناس في حياتكم، أعداء من أحباب، مصالح مش من مصالح، بدأتوا تفهموا كل الأشخاص اللي حواليكم وتعرفوا كل واحد عايز منكم إيه، وزي ما قلت لكم النفور اللي بينكم ما بين الشريك ده امر طبيعي، بس انتوا عندكم ضغوط، الشريك في حد عايز ياخده منكم، خلوا بالكم من النقطه دي، الشريك في حد بيعمل له سحر وبيعمل له حاجات تخليه يبعد عنكم، فخدوا حذركم من النقطه دي وما تقعوش في الفخ ده. في حد عندكم دايما بيجيب اللوم عليكم في كل حاجه، رغم ان انتوا تحملتوا حاجات ما حدش يستحملها، عشتوا حاجات ما حدش يعيشها، يعني عملتوا حاجات كتيره جدا، بس ربنا هيكبر بخاطركم في الوقت المناسب.
عندكم حد هيزوركم الفترة اللي جاية، هيبقى في زيارة بينكم وبين بعض، ما بينكم يعني حد هيجي يزوركم، وهيبقى في كلام، وهيبقى في مواضيع هتتفتح، وهيبقى في كذا حاجة. في 2 ستات هنا هيزوروكم زيارة مفاجأة الفترة دي، وهيبقى في كلام بينكم، فخلوا بالكم من النقطة دي في أي حاجة. في رجوع بينكم وبين حد من أبراج ترابية، عندكم رجوع وعندكم كلام، بس دايما هدوا بالكم وهدوا اعصابكم، علشان انتوا دايما محطوطين في خانه الكلام السلبي، او محطوطه بمعنى اصح في يعني دايما محطوطين في خانه كده طاقات ومشاكل انتوا في حياتكم. عندكم رجوع زي ما قلت لكم، وعندكم طاقه ايجابيه باذن الله الفتره اللي جايه، واكتر الرجوع ممكن يكون مع برج الثور، عشان برج الثور هيبقى في كلام بينكم، وهيبقى رغم ان انتوا في شد دلوقتي، بس هيبقى في صلح، او هيبقى في كلام بينكم، وكل واحد هيقول اللي عنده. هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله. برج العذراء هنا بيفكر فيكم، بيحبكم جدا، او انتوا يعني ممكن الفترة اللي جاية يبقى فيه كلام خلال 3 ايام، خلال 3 ساعات، فخلوا بالكم. كمان انتوا هنا مصدومين من صدمة كبيرة جدا، فياريت تكونوا حريصين اكتر الفترة دي، عشان في صدمة كبيرة. في واحدة ستة عندكم هنا تخينة وعريضة كده، وملامحها واضحة، يا ريت تخلوا بالكم منها. حوية الست دي حسودة وبتاعت كلام كده. انتوا اليومين دول برضو شغالين على مال، شغالين على ورث، شغل في محكمة، شغل بين اخوات، الله اعلم، او انتوا ليكم حق متاكل، ليكم حق اكلينه منكم، اخدينه غصب عنكم، وانتوا مش عارفين تعملوا اي حاجه، الله اعلم. بس بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا عندكم رجوع مع ناس كتير جدا في حياتكم، وحياتكم هتبدا تتظبط او هتبدا تتحسن، فيا ريت تخلوا بالكم من النقطه دي، وتحرصوا على التعامل مع بينكم وبين حد. هنا كمان في طاقه، والطاقه دي هتكون طاقه جميله جدا، وهيبقى في رجوع حقكم عندكم الفتره اللي جايه. بس انتوا الفتره دي نفسيتكم تعبانه، عندكم كده تشنقات، عندكم خنقه، تكتيف، عندكم وجع في البطن من غير اي سبب، لدرجه ان انتوا ما بقاش عندكم توازن زي الاول، بداتوا تفقدوا حاجات، بداتوا تعملوا حاجات كده غريبه. في حد عندكم هنا بيرمي عليكم الطاقات على طول، في شويه حاجات بتعاني منهم في جسدكم او في حياتكم بالكامل. عندكم واحده ست، الست دي معاها بنتين، حقوده غياره، ما بتحبش لحد الخير ابدا، فيا ريت تخلوا بالكم برضو منها. بسم الله هنا ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله عليكم، انتوا هنا عندكم الست دي يعني باينه قوي ان هي بتاذيكم، وانتوا هتاخدوا بالكم من النقطه دي. عندكم حد عايز يعمل عمليه في ارض بيتكم، العمليه دي هتكون خير ان شاء الله باذن الله، وهتكون صلح، لو هم قلقانين او خايفين فهي هتكون صلح. عندكم هنا حرف السين، حرف الميم، حرف الحاء، حرف الالف، حرف النون، دول موجودين في حياتكم الحروف دي، وفي بينكم كلام، او في بينكم ارتباط، او رجوع، حد هيرجع لك منهم، الله اعلم. خروج كمان من الطرف الثالث من حياتك، خروج الطرف اللي بيأذي فيك، خروج الطرف اللي متعمد دايما يأذي. خلي بالكم انتم مهما يقولوا لكم انتم فيكم وفيكم، انتم بتسكتوا وما بتتكلموش لحد ما تشوفوا ايه هتعملوا ايه. صبرتوا كتير جدا، وحان الوقت ان ربنا يؤجل يعني ييسركم باللي انتم محتاجينه. كمان هنا انتم البعض منكم عنده وقف الحال، وعنده طاقه انتظار، طاقه الانتظار رهيبه جدا. هنا بتشايفين حاجات كتيره جدا قدامكم، وشغالين عليها او ناويين تشتغلوا عليها، وزي ما قلت انتوا عندكم وجع في تكتيف كتفكم كده وجعكم، او عندكم شويه امور اذياكم. في صديق هنا عامل حبيب ليكم، بس هو مش ولا حبيب ولا اي حاجه، هو خاين جدا، او انتوا تعرفوا ان هو خاين جدا. انتوا ما تدوش الثقه في حد، خلوا بالكم من النقطه دي، الثقه اللي انتوا بتدوها في حد ده بيطلع اذى ليكم انتوا. عندكم ابراج مائيه، فيها هيبقى في كلام بينكم، وهيبقى في شد بينكم الايام اللي جايه. انتوا اليومين دول حرفيا بترسموا كذا خطه علشان تنجح، او فيها هيبقى في كذا تعديل، زي ما قلت لكم هيبقى في اتخاذان حق الفتره دي، هيبقى في امور هتجددوا منها وتطلعوا من الطاقات اللي انتوا بتمروا بيها حاليا، الله اعلم. بس انتوا في حاجات كتيره جدا شغالين عليها، او اكتر من حاجه ناويين تشتغلوا عليها الفتره دي، علشان انتوا بتقولوا احنا اتظلمنا، فحان الوقت ان ربنا يجبر بخاطرنا ويبشرنا من حيث لا تحتسب. كان عندكم حد ما بيحكمش ابدا بالصلح، كان دايما الشخص ده يعني بيأذي، كان شخص بيحب الفتنه، بيحب الطاقات السلبيه. الحسد الشديد بيخليكم بتعانوا من نفور، بيخليكم مش مرتاحين في ارض البيت اللي انتوا فيه، وعايزين تمشوا، عايزين تهاجروا، عايزين تطلعوا من المكان باي طريقه. ليه؟ علشان ما بقاش عندكم حتى خلق او طاقه. البعض منكم هنا عندك مواجهه مع شخص، او هتسمع كلام بخصوص شخص مقرب منكم، والمواجهه دي هتخليكم كده تاخد قرار حاسم بينكم وبين حد،
وهيبقى فيه كلام كتير. انت هنا قريب جدا هتبدأ تجيلك فرص حلوة، وهيتبدأ كده بعمل استثنائي جميل، وهتبدأ تدخل في مشروع جميل برضو هيبشرك بالخير. بس انت عندك طاقة تردد ومش مرتاح في الموضوع ده، او مش مرتاح في الحاجة اللي انت فيها دي. عندك موضوع انت بتحاول تستفاد منه بكل الطرق. انت معروف عنك ان انت بتحب الحياة البريئة، بتحب السهر، بتحب الخروج، بتحب الطاقات الايجابية. عندك هنا كمان طاقة حلوة، طاقة مختلفة، في حد من افراد عيلتك انت بتفكر فيه دايما، بتحب دايما تديه، بتحب دايما تقف معاه، بتحب دايما يعني تخليه احسن حد في الدنيا. في طاقة متحكمة فيك، الطاقة المتحكمة فيك دي هي طاقة خمول وكسل، ودايما حاسس بالاحباط والصداع المستمر. لا اطلع من اللي انت فيه. انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك عندك طاقة حلوة، بس في حد بيراقبك من بعيد ومش راضي يتكلم، او انت مش واخد بالك منه. فانت الفترة اللي جاية هتاخد بالك من كل اللي حواليك، وهتبدأ تهتم بنفسك وتهتم بشكلك وتهتم بحياتك، والحاجة اللي عندك فيها مشكلة هتبدأ تعالجها بشكل كبير جدا، عشان انت هيكون عندك نجاح وازدهار حاسم او ازدهار قوي جدا. انت هنا طيبة قلبك، ويعني طيبتك وطيبة قلبك الابيض دايما ربنا بينصرك على جميع الاعداء، وعشان كده الانفراجات على الباب عندك، كذا باب هيتفتح قدامك، وبعد المعفر اللي انت عمال تعفرها هيبقى فيه دعم حلو جدا، وهيبقى فيه طاقة جذرية جديدة على حياتك بسم الله ما شاء الله عليك. كمان هنا عندك فرحة بتتحضر لك زي ما قلت لك، ومفاجأة انت كنت مستنيها من بدري في حال الوقت، ان ربنا يكبر بخاطرك ويبشرك من حيث لا تحتسب. حد عندك عامل زي التعبان، في حد عندك عامل زي كده التعبان اللي بيتبدل الوانه، بيتبدل وشه. الحد ده طبعا انت هتكتشفه بشكل كبير جدا. انت هنا عندك الحياة العاطفية هيبدأ يبقى فيها توازن، هيبدأ الامور عندك تتحسن، الاضواء عندك هتكون ليك انت او في صالحك انت بمعنى اصح. بس انت هنا يعني عندك شخص بيتدخل في حياتك بشكل كبير جدا، وانت مش حابب الحتة دي، او بمعنى اصح مش حابب الموضوع ده، او مش حابب الطريقة دي. فدايما اقول لك حاول تكتم على اي حاجة تخص حياتك. انت معروف عنك ان انت لما بتفرح بتحب تفرح اللي حواليك، بتحب تتكلم، بتحب تقول كل اللي عندك. بس انت هنا عندك شوية ضغوط في البيت، في البيت مش مرتاح خالص، عندك بعض المشاكل بتحاول تحلها، مستني سفر بأي طريقة، مستني نقلة جديدة، مستني تطلع من الوضع اللي انت فيه ده للأفضل. فأكتر عندك أكتر من عقبة موجودة في حياتك، بس العقبات دي انت هتعديها بإذن الله، بس لازم تحسن من حالتك النفسية علشان الضغوط دي. كمان انت الفترة اللي جاية دي هيكون فيها استقرار حلو جدا، وهيكون فيها تغيرات حلوة جدا. بس دايما أقول لك قلل من التفكير اللي جواك، أو من يعني من التفكير والصراع اللي جواك علشان انت تطلع من اللي انت فيه. وشكلك اللي باين قوي ان انت مرهق او حزين او تعبان، ربنا هيفك كربك في الوقت المناسب. في ناس عندك يعني هيجي لهم مولود جديد، او انت هيجي لك مولود جديد الله اعلم، وهيبقى باب حلو جدا هيتفتح لك قريب جدا ان شاء الله. انت قاعد ومستني في طاقة انتظار رهيبة، حاطط ايدك على خدك ومستني الايام دي تعدي بشكل المستطاع. انت هنا عندك شوية ذكريات، شوية حاجات من الماضي مأثرة عليك، ومازالت مأثرة عليك ومأثرة على مستقبلك. فانت عندك تطوير زي ما قلت لك، وتغيير في احداث ايجابية، وعندك فرصة. الفرصة دي هتكون رزق كبير جدا ليك، او هتكون عندك رزق حلو. في اختبار من ربنا هتمر بيه، والاختبار ده انت هتقعد مع نفسك وهتعرف قد ايه ان هو ده اختبار من ربنا، وهتحاول تلغي حاجات كتيرة جدا من حياتك وتطلع من اللي انت فيه ده بسلامة وبطاقة ايجابية. كمان عندك مفاجأة حلوة جدا، المفاجأة دي هتكون طبطبة ليك من عند ربنا فقط لغاية، وهيبقى في طاقة ايجابية هتتحول ليك على جميع الاسر. انت هنا ربنا هينصرك على من عداك، وهتتفتح زي ما قلت لك الابواب اللي قدامك. انت هنا كمان عندك مقابلة مع حد بعيد عنك، او مقابلة مع شخص بينك وما بينه كلام، او مواجهة، او بمعنى اصح ممكن مقابلة في حاجة معينة الله اعلم. في قرارات هنا، القرارات دي انت هتاخدها وهتبقى عندك طاقة ايجابية ودفعة لقدام حلوة جدا. كمان انت هنا عندك بداية هتتحول بشكل مختلف، بس انت اليومين دول بتعاني من التوتر والقلق والحيرة، وزي ما قلت لك انت تايه ومش عارف تاخد قرار خالص، بسبب ان انت مبقتش فاهم الشخص اللي قدامك، او فاهم اللي قدامك عايز ايه. للمنفصلين انتوا عندكم رجوع، بس عندكم جرح في قلبكم مازال بينزف، مازال في نغزات من غير اي سبب، ومش عارفين تطلعوا من الطاقة دي ازاي. فلازم تقربوا من ربنا اكتر. وزي ما قلت لكم انتوا دماغكم ما بتفصلش خالص من التفكير، دايما طول الوقت التفكير، دايما طول الوقت مش عارفين تنظموا اي حاجة ولا تعملوا اي حاجة، بسبب الحيرة اللي عندكم والحاجة اللي مأثرة على حتة نومكم. في تواصل مع شخص او مع حد بعيد عنكم، بينكم ما بينه مسافة، او بينكم ما بينه بلد الله اعلم، بينكم ما بينه حاجة مختلفة، هيبقى فيه كده كلام، وهيبقى فيه تواصل حلو جدا، وانتوا هتكونوا مبسوطين جدا بالتواصل ده.
البعض منكم باله مشغول بالرزق، باله مشغول بحاجة معينة في حياته، الله أعلم، بس الحاجة اللي انتم مشغولين بالكم بيها هيبقى فيها طاقة إيجابية بإذن الله الفترة اللي جاية، وهتلاقوا دعم حلو قوي هيفرحكم. انتوا هنا مهما الناس بتسألكم بتقول ان انتوا كويسين وان انتوا بخير، بس العكس تماما، انتوا طول الوقت بالكم مشغول وطول الوقت تفكير، ودايما كمية صداع وقرق وارهاق غير طبيعي. فياريت تخلوا بالكم وتاخدوا القرارات الكافية اللي تطلعكم من حالة اليأس اللي انتوا فيه، والتغيير الجذري اللي متعلق بحد في حياتك ده هيقف معاك وهيساعدك. هنا كمان انت في حد هيقف في طريقك وهيساعدك في الطريق ده، وهيعدي لك العقبات اللي موجودة في وشك، وهتتجاوز كل الصعوبات اللي انت موقفة مصيرك. وكمان هتاخد قرار بخصوص الشريك عندك، وهتبقى انت في قمة الازدهار، وهتحس قد ايه ربنا ده كريم عليك ودايما بيطلعك لمركز حلو جدا بشكل كبير. فلازم تخلي بالك وتكون حريص جدا على اي طاقات سلبية عندك او في حياتك. ليه؟ علشان انت اللي فيك مكفيك، ما بقيتش ناقص ضغوط ولا بقيت ناقص حتى كسرة قلب او اي مشاكل فيها عراقيل عندك. ليه؟ علشان انت اتألمت، انت شفت كتير مش ما شفتش قليل، انت اتعذبت كتير جدا الفترة اللي فاتت، وحصل عندك شوية يأس، شوية ظلم، شوية توتر، شوية حيرة. الامور عندك بدأت اتقلبت او بدأت تتقلب، بس انت رحت خدت بقى قرار مختلف خالص. فانت هنا عندك خبر حلو، وزي ما قلت لك انت في خطة او بالك مشغول بحد محبوس عندك، حد في سجن، حد في خانقة من افراد العيلة، او حد انت تعرفه، او حد انت تعرفيه، اي حد عندكم محبوس. ان شاء الله باذن الله ربنا هيفك كربه في اقرب وقت ان شاء الله. بلاش من وقت للتاني تحسوا بالرغبه ان انتم ما لكمش نفس لاي حاجه، ده غلط جدا، وانتم كده بتزودوا الطاقه السلبيه. لا، عشان تخرجوا من الحاله اللي مأثره عليكم لازم تدعموا نفسكم وتطبطبوا على نفسكم اول باول. ومهنيا هنا انت عندك موقع في التواصل الاجتماعي حلو جدا، وهيكون عندك رساله ايجابيه ليك، وهتحصل على القضيه او على الحاجه اللي انت عايزها. وزي ما قلت لكم لو حصل عندكم عراقيل في اكتر من طريقه عندكم، فده هيكون طاقه ايجابيه ليكم ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه وتبصوا للنجاح اللي في حياتكم. كمان اقدر اقول لكم هنا ان في فرحه عائليه، الفرحه دي ممكن تكون خطوبه، ممكن تكون جواز، ممكن تكون رسم في اكتمال علاقه، الله اعلم. فهيبقى في طاقه ايجابيه، والناس اللي بينها وما بين حد زعل هيبقى في رضا الايام اللي جايه، وهيبقى في امور حلوه. واقدر ابشركم ببدايه هتغير تغيير جذري في حياتكم. انتوا هنا في انتظار الاموال اللي تجيلكم، بس دايما اقول لكم احذروا من التسرع، علشان ساعات بتندموا. انتوا دبش في كلامكم ساعة ما تكونوا متعصبين، انتوا عصبيين جدا الفترة دي ومش طايقين اي حد، ومن كتر العصبية بتقولوا كلام يزعل الطرف اللي قدامكم، وما بتعرفوش تاخدوا اي قرار او حتى تعملوا اي حاجة غير ان انتوا بتقولوا كلام يزعل الطرف ده. فانتوا في علاقة مسمومة او علاقة سامة بمعنى اصح، وفيها تعب نفسي او فيها طاقة سلبية. في شخص، الشخص ده دايما بيرابك، الشخص ده دايما بيأذي فيك، الشخص ده دايما بيحاول ان هو يتكلم عليك في كل العراقيل او بكل الصدمات اللي انت بتمر بيها او بكل الضغوط اللي في حياتك. فلازم تطلع من اللي انت فيه ده، وهيبقى عندك حضور مناسبة في العيلة، والمناسبة دي هتبقى فيها فرحة عندكم، والتغيير اللي هيحصل زي ما قلت لكم هيكون لصالحكم انتوا، علشان انتوا هنا الفترة دي اللي مستنيين التغيير او بتسعوا عشان تطلعوا من الازمة اللي انتوا فيها، الازمة اللي عامله لكم المشكلة الكبيرة، واللي عامله لكم الضغط النفسي اللي انتوا فيه. كمان هنا في حد هيجيب لكم رسالة تخبير عن حد، وما عايز اقول لكم انه في حاجة حصلت معاكم في الماضي، انتوا ممكن تكونوا دخلتوا في اكتر من علاقة ومفيش استكمال في العلاقات بتاعتكم، دخلتوا في اكتر من ارتباط ومفيش اي استكمال في الارتباط بتاعكم، فخدتوا خطوة بخصوص حياتكم بشكل كبير جدا، وهيبقى في طاقة حلوة. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني مكسب حلو قوي وهتفرحوا بيه قوي. المكسب ده يبقى ليكم انتوا تغيرات في كذا حاجة، في مشكلة مادية هتحلوها وهيبقى في طاقة تانية مختلفة. البعض منكم هنا عنده محكمة بخصوص ماديات، وهيبقى المحكمة في صالحكم انتوا، فما تقلقوش خالص. اي نعم حواليكم ناس بتتكلم عليكم بتجيب في سيرتكم، بس انتوا مش مديين الموضوع اي اهتمام ولا اي حاجة. عندكم ليه حيرة في قرارين، او ليه حيرة في موضوعين، حيرة مع شخصين الله اعلم، وشايلين الهم وشايلين المسؤولية فوق كتفكم بخصوص اولاد او بخصوص اشتياق لاولاد او حنين ليكم. في شخص عندكم هنا تعب او هيتعب بشخص قرار انتوا هتاخدوش، القرار ده هيكون غريب جدا وانتوا مش عارفين تستوعبوه، فلازم تبطلوا التفكير في الحد اللي سايبكم او سابكم متعمد.
عشان انتوا جسمكم بدأ يوجعكم والعظم عندكم بدأ يحصل فيه حاجات غريبة، ورغم ان انتوا شجاعين جدا وقوياء جدا، بس حاجات غريبة بتحصل عندكم بتخليكم مش عارفين تاخدوا اي قرار. وتخلوا بالكم من علاقاتكم اللي عندكم او من الامور اللي عندكم، والترقية اللي هتجيلكم دي انصحكم دايما ان انتوا ما تتكلموش عنها وما تفتحوش بخصوصها اصلا اي حاجة، علشان خاطر الحسد الشديد، وعلشان خاطر انتوا مش ناقصين ان انتوا تفضلوا طول الوقت تبوحوا عن حاجات جواكم او عن حاجات انتوا عايزينها، فده بيعمل لكم الطاقة اللي انتوا شايفينها دي، وبيعمل لكم الطاقة اللي مؤذية ليكم. حافظوا على حياتكم بالشكل الكبير، وابعدوا عن اي حد ممكن يأذيكم. انتوا معروف عنكم ان انتوا اشخاص هاديين جدا، بتحبوا الضحك والهزار وجدعانة، واشخاص كده جدعانين جدا في المعاملة، وعشان كده ربنا نجاكم من حد كان متعمد فعلا يأذيكم وكان عايز ياخد منكم حاجات كتيرة جدا. وعشان كده انتوا حاليا حاسين ان شايلين هم الدنيا كلها في وشكم، وحاسين ان انتوا طاقتكم خلصت وشايلين طاقة سلبية كبيرة. اللي انتوا فيه ده غلط، انتوا بس كل مشكلتكم ان انتوا ما ينفعش تثقوا في حد زيادة عن اللزوم، وما بلاش ان انتوا تتعاطفوا قوي مع الاشخاص اللي حواليكم، بالعكس انتوا عندكم طاقة ايجابية وعندكم حاجة جديدة هتفرحكم قوي. والحاجة اللي اتقفلت في وشكم لما كنتوا محتاجينها، انتوا ما تعرفوش الحاجة دي اتقفلت ليه، فممكن ربنا يديكم من حيث لا تحتسب الفترة اللي جاية. في كمان هنا مكالمة، المكالمة دي هتجيلك بعد شوية او بعد كام يوم او الايام دي اللي انت فيها، خلال الفترة دي هتجيلك مكالمة حلوة قوي، وهيبقى ليها بشرة ليك انت جدا، وهتكون مبسوط بيها قوي المكالمة دي. او اقدر اقول لك ان المكالمة دي هتخليك كده تاخد احساس جميل في حياتك، وهيبقى في شراء ملابس او التزامات شخصية ليك انت من التواصل الاجتماعي او من حاجة انت هتجدد فيها، الله اعلم، بس هيكون في عندك تحقيق وهتسمع اجمل خبر انت بقالك مدة مستنيه. الفترة دي هي فترتك، فلازم تثبت وجودك، وابعد عن اي حد متعمد ان هو يأذيك، او متعمد بمعنى اصح ان هو يخليك الفترة دي دايما في ضغوط رهيبة، دايما مفيش استقرار، 24 ساعة تفكير او 24 ساعة عايز تشتغل. وعشان كده زي ما قلت لك، الالم في الركبة والالم اسفل الظهر والالم في شكلك كله بدأ يظهر عليك بسبب ان انت مش راحم نفسك خالص، ولا في شغل ولا حتى في تفكير، طول الوقت عمال تفكر، عمال تطلع، عايز تاخد حقك بأي طريقة، عايز تشوف الحياة بشكل مختلف، عايز تنجح، عايز تعافر، الله أعلم، بس انت عندك نجاح بإذن الله، هيكون بشرة ليك خير، او هيكون عندك فرحة جميلة جدا هيعوضك من اللي انت بتمر بيه او من الحاجات اللي ازياك بمعنى اصح. فياريت تخلي بالك كويس جدا من اي طاقة سلبية عندك او من اي حاجة متعمدة ان هي تأذيك. وبكده نكون خلصنا مجموعة رقم 2، ويا رب تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. هتمنى لكم كل ما هو جميل الفترة اللي جاية من اجل عيونكم.